بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعظم سلطانه وعم نواه. ربنا أعنا على ما تحب وترضى، وزدنا قربا منك، وزدنا من محبتك إيانا يا كريم يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، ورضوان ولا عدوان إلا على الأشقياء أهل البهتان. ومن أي آية 9 من سورة الأعراف، لونسان دي بارادي دو باتل مانس. والأعراف هم رجال واقفين بين الجنة والنار، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، ils ont perdu leur âme. أعرف أهم شيء عندك خسرته، البقية مش تبع أكلي، ما أنت خسرته لوث فيعذب، ويعذب معه الجسد. أنت هنا عصيت بي ربي ما شاء الله، في الجنس الحرام، في المال الحرام، في اللباس الحرام، في الغذاء الحرام، في الهواء الحرام، في الكهرباء الحرام، كل شيء خذيته بالحرام. الكهرباء تتحايل على من وفر لك الاستمتاع بالكهرباء، باش تشوف شرائط الفحش وحزبك، حزب الشيطان. أنا أغلب الأحزاب اللي عبر التاريخ أحزاب الشيطان. أعطينا وقتاش كانوا أحزاب الرحمن، حاجة قلة. وقت الأنبياء عليهم السلام بقلة من الناس كانوا يمثلوا حزب الله في كل الأيام هذيك والأوطان هذيك. وبعد جاءت أكبر أمة تقول بحزب الله، فكان مكان بتكوين هذا الحزب اللي ما زلنا ننتظره اليوم تكوينه من جديد. وهذا يبين نكشف، بيكون دعونا إلى تكوين هذا الحزب، نكشف اللي أغلب الناس ليسوا بمؤمنين. لأن وقت اللي يجي إنسان قرآني وعنده مصداقية، كما سلف أن رآه الذي يباشر في الحياة اليومية يقاسمنا أيامنا، واللي ينظر ويسمع الأشرطة دي الفيديوهات هذوما، لحد الآن مازال ما نماش فيهم فكر وجوب من تكوين حزب الله. حزب الله اللبناني، احنا نحبوا حزب الله اللي اعمق من اللبناني، نحبوا حزب الله اللي يماثل حزب محمد عليه الصلاة والسلام. قائدنا الأعظم لابد أن نحيي فكره وقيادته بتكوين حزب يليق بمقام المولى، ويليق بقدر النبي عليه الصلاة والسلام، ويليق بالقرآن العظيم، ويليق بالأحاديث القدسية، وبسيرة النبي محمد الأمين الأمي العربي بحق عربي لا كربي. هذا الحزب ما زلنا في انتظاره، لكن احنا على يقين ما عادش باش يكون من العرب في الأغلبية، ربما يكون الأغلبية غير العرب، لأن أغلب العرب كرب، وربما ربي يهدي منهم البعض. فهذا احنا ما نتمناه، باش يخرجوا من الكرب الدنيوي وما يلاقوش الكرب الأخروي، الكرب العظيم، نسأل الله السلامة.